ويسعدنا انه يكون معنا الحين في الاستوديو الشيف مارون. خير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. اهلا وسهلا بك. شكرا. طبعا نحن سعيدين بوجودك معنا الشيف مارون، وحبينا نعرف ان تحدثنا عن بداياتك في عالم الطبخ ولماذا اخترت هذا المجال بالذات. سؤال حلو. انا بدايتي او صباح الخير المشاهدين، صباحكم الخير. اهلا وسهلا. انا المجال ما اخترته، هو اختارني. بدايتي بلشت من البيت مع عند امي. انه امي بتطبخ كثير. الوالده اكلها حلو صح؟ كثير. فاكيد فت عملت درست فن الطهو بلبنان بالمدرسه الفندقيه، وبعدين كملت طريقي بالاوتيلات الكبيره والمطاعم الكبيره بلبنان. وباختصار يعني بعدين اشتغلت، طلعت عملت كفيت دروس برات لبنان باوروبا بفرنسا بايطاليا بالمانيا ببلجيكا بامريكا. هو والشغل على طول كان بلبنان، بس كنت روح واجي روح واجي على جميل طول. جميل هذا التنوع. نعم، لان هذا هو اللي يضيف عالميه وبلبنان وبالمنطقه. سو هالمزيج كله صحيح. عملت فيه المهنه تبعي. جميل. شيف مارون، هل حضرتك أسست وترأست قسم الطبخ في جامعة سان جوزيف في لبنان؟ نعم. فكيف كان الإقبال على هذا الشيء؟ الإقبال كتير منيح، خاصة بلبنان. تعرف في لبنان بلد سياحي والأكل اللبناني لذيذ جدا. طبعا فكان الإقبال كتير منيح، وخاصة لما بتجي للجيل الجديد اللي هو المستقبل بالنتيجة. بتعطيهم هالروح يلي نحن على طول بنجيبها، والخبرة اللي بنجيبها بنحطها بين إيديهم. فهي شغله كثير مهمه نحن ك ك ك كرساله لنا اكيد بشغلنا وباللي بنعمله. نتكلم شوي شيف مارون عن الاطباق التي يعني تنصح باستخدامها خلال يعني الفطور والسحور خلال شهر رمضان. خلال شهر رمضان. هلا خلال شهر رمضان اكيد كلنا بنعرف في الاكل التقليدي خلال شهر رمضان اللي نحن معودين ناكله، وان كان على الفطور ولا كان على السحور. هلا ما بيمنع كمان هالاكل التقليدي ناخده مثل ما بيقولوا فشخه لقدام. صح، مطوره لبناني، نطوره يعني مثل ما بنشوف. ما بعرف اذا مرقوا صحون على العاملين. نعم، صحون موجودين على يعطيك العافيه. نعم، شكلها لذيذ جدا. هيدا ماسترا للي انا عم بعمل بدبي. هلا عم اشتغل على كريس كروس. تخبرنا عنها، عن هاي الاطباق الموجوده. صح، هيدي اطباق لكريس كروس. هو اذا الله رد مطعم رح يفتح بالايامات اللي جايه ببولفار بداون تاون. ليش سميته كريس كروس؟ كريس كروس لانه الفكره بهالمطعم هو انه كريس كروسينج ذا وورلد. هو مطعم الغربي مع الشرقي. الغربي هو ثلاثه كونتيننت. امريكا واسيا. امريكا كل امريكا. اكيد امريكيه ثانيه يعني. ايوه صح. واسيا والشرق الاوسط. الشرق الاوسط ما في بيروت والمنطقه عندنا كلها سوا، واوروبا وجنوب اوروبا يعني نيس وموناكو واسبانيا وكلهم. اوروبي شرق اوسطي. نعم. وايضا كروس هو شددنا بمطبخه على هيدا المزيج من الاطباق يلي بتعرفي دبي هي 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 مدينه كوزموبوليتن. فكل كل الاذواق موجوده في دبي، وقدرنا نمزج هالشيء مثل ما شفت. يعني عندك هيدا هاي الاطباق شكلها وايد لذيذ. خبرنا عنها، شو مكوناتها وشو استخدمت فيها؟ مثلا هون عندك عم تشوفي طبق هلا السلمون المشوي اللي نحن بندخمه مع السبانخ مع الافوكا مع الصوص. وشوف جوز هند فوق فوق في هيدي بطاطا، وحدا في باذنجان معمول مع دبس الرمان وزيت زيتون. يعني بتشوفي مفوتين الاوروبي مع الشرقي. صحيح. يلي هو كلها طعمات نحن بنحبها، معودين عليها بناكلها بتشبهنا. حدا مثلا في كبه، هيدي كبه مقليه بس الكبه محشيه بدي اقول، بس مقصوصه بالنص معموله بروشيت. نعم. في معها بصل مع دبس الرمان مع زعتر. يعني بتاكلي هالطعمات الشرق اوسطيه اللي بتاخذ العقل، بس بذات الوقت لما بتاكلها بتقول واو هيدي كبه. صحيح. بعرفها منه شيء غريب عنك. صحيح. طبعا نحن نتابع حديثنا عن اللي ممكن نحن يعني نستهلكه في شهر رمضان، وطبعا الاطباق التي انت تنصح يعني اكلها، والتي يعني تنصحنا بالابتعاد عنها. فالذي تنصحنا به؟ هلا اكيد الاكل على طول بده يكون في توازن. توازن توازن. لما نحن بنفطر على طول بتعرفوا نبلش بالتمر، انه التمر نبلش نرجع بالعصاير اللي هن بيساعدونا واللبن والى اخره. هلا بننصح عنه نبعد كثير، انه على طول لما بناكل بتعرف بنكون صايمين كل النهار. المهم لما بنجي لوجبه الفطور نعرف كيف نبلش وكيف نخلص بدون ما
ناكل بشكل كثير. نعم. وبذات الوقت الاكل نبعد شوي عن دهون، نبعد شوي عن الملح حتى نقدر نكون. نعم. جميل شيف مارون جديد، صراحه الحديث لا يمل معك على اطباق الشهيه واللذيذه. يعطيك العافيه وشكرا لوجودك معنا في هالحلقه، ولكن الوقت دائما يداهمنا للاسف. شكرا جزيلا لك، شكرا لك. شكرا.